ما شاء الله ما شاء الله. ايه البامبوز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري 5 وخد 5 هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي. هستنى تليفونك. ها؟ تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرى يا بنت وحد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا اموه. ممكن تقولي في ايه ببياضك القوفه ده؟ البنت دي بترمي بلاها عليا. بنت مين اللي بترمي بلاها عليك؟ انت مطبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ حصل خير. معلش استهبل يا مروان. انت بتنفخني ليه؟ اتخاني لو واكل اتخاني. بس اهدى يا استاذ. اهدى انت كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده؟ الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت، انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله وياريت تشرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنه وانت طيب. المنظر ده طيب ازاي؟ سامعني انا اللي مجنني بس يا مروان حكايتي ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه؟ يا مروان انا بدور على كبرياء الكاشير. قامت الكاشير واحد فين؟ ايه ده؟ فعلت الباشا عبد الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. قوم بصدق. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه من العربيه. ده انا. ايوه انا ابي عمر. انت فاهم يا فندم؟ ما تقولش حاجه. قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. احنا بنلوك بيس اخواتنا. انا هاري سود ومنيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط. احنا مش ناقصين يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما ايه البعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع. انجز البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا مروان؟ ما انا عارف انها زرقاء وما فيهاش حاجه تقيل. بس انا بص افهمني بس انا بفكر قدام. مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله. هي دي تيتا وسنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. ازيك يا بنات منار؟ ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصه وقصه. لحظه معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ روحت للراجل قال لي خطا على الموتور. انا مش هبخل على العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف. انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. انسى اللي فات بقى يا رؤوف. فكر في بكره في مستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل القلب حازم يا رؤوف. بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي انا انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه يعني بدون تكليف. ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح الاسم نعمل محضر لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني لان انا ربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسم رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف. سنة حلوة يا رؤوف. سنة حلوة يا رؤوف. هابي بيرثدي.
وجيب منو انت مصدقتي هتلعب شويه. لا انا عايزك تاخد بالك من فكري بيه. لا طمن يا رمان، انا قرص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كتمة على نفسه ومعيشاه في معتقل لمدة 20 سنة. هو أنا طلقتها من شوية، هو كمان أخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخذ إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفايه العيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي ده. ربنا ما يحرمني منك اهو. سلام يا سلام. ايه ده امال؟ شهاده تقدير لحفيدي لبلوغه سن الـ40. ربنا يخليك يا امال. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امال، ده كتير قوي يعني. دي حاجه حضرتك، وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفوح.